في الشأن السياسي غاب رئيس الدولة عبد القادر بن صالح عن ندوة المشاورات التي دعا إليها فيما تبنى المشاركون فيها مطالب الحراك الشعبي. ارتباك واضح عرفته مشاورات الرئاسة مع الأحزاب والجمعيات بالصنوبر البحري حول لجنة تنظيم الانتخابات، وأسئلة كثيرة دارت وسط جنبات قصر المؤتمرات دون أن تجد لها جوابا سوى كونها مؤشرة ما قبل الرحيل، من بينها غياب رئيس الدولة عن موعد هام لأسباب مجهولة، خاصة وأنه كان هو من دعا إليه شخصيا. حضور باهت وتمثيل بسيط وسط مقاطعة أحزاب كانت توصف بأنها أذرع السلطة، فلا عمار غور رئيس تاج، ولا عمار بن يونس رئيس الحركة الشعبية، ولا أحمد يحيى أمين عام الأرندي، ولا معاذ بوشارب رئيس البرلمان ورئيس هيئة تنسيق الأفلان، ولا حتى الشخصيات التي التقاها ثنائيا قبل ذلك لبت الدعوة. وحتى التقاليد البروتوكولية المعتادة لم تكن حاضرة، حيث لا أماكن محجوزة ولا أسماء للشخصيات على المقاعد. الأخطاء والهفوات كانت من أول لحظة انطلقت فيها المشاورات، حيث جرى صرف الصحفيين خارج القاعة حتى قبل قراءة كلمة بن صالح للحضور. نطلب من أصدقائنا أو الصحفيين يغادروا القاعة باش نبدأ الأعمال. La lecture de la, la lecture de la plateforme. Elle est prévue juste avant les. ممثل جبهة المستقبل تفطن الأمر فأعلن التمرد مبكرا بمبرر الدفاع عن حرية الإعلام في نقل الصورة إلى الشعب. نحن لا نقبل الجلسات الظلامية، نحن جبهة المستقبل تعرفونها جيدا، تعبر عن آرائها وتعبر عن أفكارها بكل وضوح أمام الشعب وأمام الصحافة. ليليه ممثل الأحزاب تباعا في تصريحات تبنت مطالب الحراك بما فيها ذهاب صاحب الدعوة عبد القادر بن صالح. قلنا نرحل ثلاث باءات ونصبر على الباء الرابع. البعض الآخر تبرأ من اللقاء وقال إنه لم يحضر للتشاور بل لنقل مطالب الشعب والمغادرة فورا. لا احنا ما نوصلوش نقاش، احنا الهدف تاعنا جينا وصلنا رسالة تاعنا بلغناها باش يوصلها هو اكيد دروا. والسلام عليكم ورحمة الله. النهاية كانت ببيان تبنى كامل مطالب الشعب، والأغرب أن ضيوف بن صالح طالبوا باستمرار الحراك.